كمل. هلا والله جايز، انا هون تحت اسحب ورجيكم رسمي، يعني شو رايكم بس بالباك جراوند؟ رهيبه صح جايز. اليوم حاب احكي لكم عن هواوي نوفا 9. هذا الجهاز شكله حلو، اداؤه اكثر من روعه، حتى لونه انا صراحه كثير عاجبني. ويعني اذا بدنا نشرح اكثر، هو فيه درجات البنفسجي والازرق. مثل ما شايفين حوالين العدسه في حلقه واللي هي من تصميم ستار اوربت رينج. بتميز نوفا 9 بانه كثير نحيف ووزنه مناسب للايد. جايز شوفوا، حتى شاشه الموبايل بتيجي منحنيه من هون والوانه كثير روعه. شو بدي اعطيكم الباسورد؟ مش حاعطيك الباسورد، اصبر بس نشوف صور العرض كيف تطلع من الزوايا. اوبا، بيتميز هذا الموبايل بالكاميرا السينمائيه الترا فيجن وبدقه 50 ميجا بكسل. انا ليش عم بحكي لكم، خليني اخذ صوره وخلص. حبيت الوضع. هذا غير انكم تقدروا تصوروا فيديوهات 4K بالكاميرا الاماميه. يعني خلص ما محتاج انت كاميرا حاليا، يعني بصور بالتليفون. اما للناس اللي بتحب تصور فيديوهات مثل الفلوج فهذا الموبايل جدا مناسب. ليه؟ لان في اول شيء بيصور 4K، وثاني شيء فيك تصور انت بالكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه بنفس الوقت بدون ما توقف الفيديو. مثلا انا هلا عم صور ورا وهي قاعدين بنصور قدام بنفس الفيديو بدون ما نوقفه. وفي كمان هاي الخاصيه واللي هي بتصور الكاميرا الاماميه والخلفيه بنفس الفيديو، يعني انا اللي عم شوفه انتوا قادرين تشوفوه. اما للناس المستخدمين هواوي واتش 3 بتقدروا تشبكوا الساعه على موبايل نوفا وتشبكوها عشان تصوروا من بعيد. يعني بالمختصر فيكم تشوفوا انتم شو اللي عم تصوروه بالساعه. واكيد باي موبايل نحن بنهتم بالبطاريه وقد ايه بتشحن وقد ايه بتضل. هذا الجهاز فيه خاصيه السوبر تشارج اللي بتخلي التليفون يشحن باسرع، يعني اسرع. كمان لازم احكي لكم عن خاصيه الاي ام يو اي 12 اللي بتسمح لكم بانكم انتم تربطوا شاشه اللابتوب مع شاشه التليفون عشان تقدروا تخلصوا مهامكم انتم اسرع، ما تلبكوا تليفون لابتوب تليفون لابتوب تليفون لابتوب. هلا نيجي على الاسعار الحلوه. طبعا وقت الاسعار انتم عارفين انه هو دائما اسعاره كثير حلوه، فجايب لكم هذا التليفون ب 1799 درهم، زائد بتحصلوا على هدايا بقيمه 980 درهم، يعني النص. مش يعني نص. فجايز لاي حدا حاب يشتري هذا التليفون حاطط لكم كل معلوماته بصندوق الوصف، فيكم تنزلوا وتشيكوا عليها تحت. اي لاف يو. اتفرج على بنات شكل احسن بنات بميك اب بس نفس لا انت لازم تجيب العيد من اول شيء. حنقيم الميك اب تبع البنات. يس، بما انك انت خبير ميك اب حتقيم. اوكي. الفيديو اخذ منعطف شكله. اوكي جايز، مثل ما انتم عارفين من يومين كان الهالوين، فكل الناس طلعوا وتنكروا ولبسوا اشياء وعملوا ميك اب بوجهن، يعني غيروا اشكالهم. فقلنا ليش ما خلينا نطلع نقيم نحن البنات والشباب. يس، اللوكات تبعيتهم. بس صير اسالك سؤال، اللي ليش ما تنكرت انت؟ ما في داعي. اوريدي بتخوف؟ المهم جايز، هلا قاعدين نحن على الارض. مثل ما انتم عارفين بالفيديو الماضي كان اجري مضروبه ولساتها اجري مضروبه. كيف وقفتك بسرعه لك؟ باجر وحده. اي كذب وخلص؟ يس. جماعه اجى هلا ركض. المهم معنا اسامه، مثل ما انتم شايفين هو خبره بالنسوان بالخوف. فانا جبته هيك. شو هالصيت يا اخي عم تطلع علي؟ والله ماني على يا جماعه، ما بتشوفوني الا مع شباب. لا مو هيك كمان. ما 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 قلت لك حجيب لك. ما بتشوف الا مع اصحابي. اسامه. وطبعا جايبين برهوم اللي هو خبره بالشباب. فمشان اكسكيوز مي، من شرطك الزهري عارفك خبرة شباب، من عيونك عرفتك انه معك عمى الوان. طيب جايز، معنا مثل ما انتم شايفين معنا برهوم، معنا زياد، معنا ام كي، ومعنا احمد ورا الكاميرا هلا حاليا حيجي قدام الكاميرا. بس تنابل زياد عشان يصبت بنات. اوكي جايز، مثل ما انتم شايفين عاملين هاي اللائحه مشان قيم مختارين تقريبا. طيب ليش كلهم بنات؟ ممكن انا اخلص جملتي يا كلب يا صرماي احسن ما العك انت من البيت. طب بيتي بس انه شويه احترام يعني. كمان كلمه العك. طيب حاليا نحن قاعدين عم نصور الساعه 4:30. هاي جايز، حاليا الساعه 4:30 الفجر وقاعدين عم نصور فيديو باخر الليل. بتعرفوا يعني نحن بنحب الرواق فحبينا نصور باخر الليل. حاب انا ابداع يخوف وسيء. وعندنا يعطيك العافيه، جد يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. مع السلامه. يعطيك العافيه. فمختارين شباب بنات حاطينهم هون وخلينا نشوف الديزاينات تبعيته. تمام. انا شايف كلهم بنات. طيب اول شيء عندنا اياتي. اياتي عامله ديزاين مثل ما انتم شايفين. صراحه الاسنان بيرفكت. صراحة كثير كيوت وانا لا 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 ما عم تزوجك ما عم تزوجك بارك الله فيك. ركزوا. البنت عاملة ميك اب جمجمه، فهالبنت شو تقييمها تحسوا كميك اب؟ كميك اب ما بيخوف، نشيط. ليك هيك انا حاعطيك تقييم اوبجيكتيف. هي بس لونت على من تحت من انفه وتحت فما تعبت كثير حسيت. يس سو البنت بتجنن. بس فينا نعطيها تقييم صراحه حسب الاغلبيه. شو الاغلبيه؟ غيث انت كمان عندك قرار، اعطينا رايك. ايدك برتقالي انت. هاي الهالوين وين حطها؟ انا بقول لانه ما تعبت. وانا مثله اسامه لانه ما تعبت كثير. عم شوف في عالم كثير تعبت. طيب ثلاثة هم، أنا بقول هم. هاي ليك هاي ما عم نقيم لا شخصية ولا كونتنت. بس 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 الهالوين. يس بس الهالوين. بحبكم جميعا. اوكي عندنا هون بنين ستارز عاملة جوكر. استنى لا ايش الجوكر؟
مش الجوكر. الجوكر لا، علي جوكر معلم من علي اكسبريس. انت كيف خليت علي اكسبريس من علي اكسبريس؟ حبيبي هاي انمي. هاي انمي؟ انمي. هلا اذا مسكت قلم عملت هيك بصير انمي؟ اوه انا ما شفت الاتياب. اوكي يلا تصويت. ابداع. سيء. سيء. لا وحد الله مو سيء، تعبان البنت والله تعبان. طيب يعني كم؟ انا بقول يخوف. يعني هي تعبانه اكثر من اياتي اللي عم تعمله. صح. انا من منطق انا وايد رايح. ليش انا الكلب اللي بحطه؟ انت غيث الراي الاخير عندك. انا هم هو بالنص قاعد. انا عم ببعد الشبهات عني. عاشو دائما بتعمل شخصيات شو يسموها؟ انمي. انمي ما شاء الله عليها كثير خطيره. راحة كثير مسالم اليوم. ابداع. صاير فيك. اسف مسالم على الكل. هلا انا ما عندي مشكله معك. انت ما عندك مشكله. ابداع. اوه اول ابداع معنا اليوم. هلا عنا اللي بعده مين هذا؟ مين ها؟ مارق علي بشكل شايفه بالمره. انا تنكره رهيب الابداع. حبيت التصميم صراحه. انت احمد شو رايك؟ ما ادري ما اعرفه كذاب. انا بقول يعطيك العافيه. وين رايح الجامعه انت؟ اوكي هلا عنا انس وغيث. حلو. هي المفروض انس وصالع بس كيف صاروا هيك؟ بده ينبرش ما اعرف. وشو الخطط كان بهاي الصورة؟ انه نحن سجناء، نحن اجينا نبتكر ونبدع ونعمل ميك اب ودنيا وخرابيط، بس بعدين قلنا ليش ما نروح سمبل؟ ليش ما نعمل حنا مساجين؟ هل بتقول له انت اسير الحب يعني؟ جد يعطيك العافية. عندنا زياد وسارة. فيك تفصلن عن بعض عشان نعرف نصور؟ بس الصورة. شوفي هلا سارة كثير انت الميك اب تبعك كان حلو وديزاينك اللبس كان حلو، بس صراحة زياد معك كان زياد انفجر فيك يستحي والله انه كان بتعرف زياد شو ناقصه؟ بس تحطه بالفرن. بس معناته بنحطه يخوف مشان اوكي. اوبس او سيء ولا ما بيتشال. لا ما بيتشال. زحط من ايدي. انا ما بيزحط من ايدي. عندنا أصالة. أصالة. ابداع. بطلة. الله يوفقك يعطيك العافية. صراحة خايفين ياكلوا ابيض. أصالة حطنا كبدة. مين هاد؟ يلعش كم مرة حيطلع؟ هلا بس هون ما عرفته أكثر، هون حطوا ميكي ماوس. ميكي ماوس. ما عرفتك. تعبان على الموضوع. أحلف لو ما حكي لي ما كنت دقات وشفتها. مش عارف شوف فينا نحطه سيء. زحط من ايده. زحط من ايدي كمان. بعده عندنا سيدرا. سيدرا مو مبين شو عامله. لحظه سيدرا كانه اي ثينك ذلك. ورجينا انه قلدت حدا. مين قلدت؟ اصاله. نو اصاله عند اسنان. بس حلو. انا برايي سيدرا مو تعبانه كثير بس مش وين بتحطه سيء ولا بتحطه العافيه. يعطيك العافيه. طيب يعطيك العافيه. اللي بعده شيرين. عندي انا ملاحظه. طب يعني شو نعطيها يعطيك العافيه مرتين؟ يعطيك العافيه معنا شيء. لازم اكثر من سيدرا انا برايي. ما يعتبر سيء بس هو فوق يعطيك العافيه بس ما احنا نعتبره سيء. تمام. وين هتحطه؟ سيء. عنا جلال. بخوف. اوه شو؟ والله تعبان ليك لوكيشن وشباب متعود على الميك اب. جلال بخوف. انا بقول لا بخوف. انا بقول بخوف. انا تخيل تشوفه بالشارع بنص الليل والله السما سوداء. صراحه بخوف. يس لا ديزاين يعني عامله عن جد لا بخوف. يعني العصاي كمان هي بيسبول عاملها مثل نيجن. اللي بعده. اللي بعده عندنا برهوم. ولا حتى تقيم رويلة. يعطيك لا ولا حتى حرام. حبه شو رايكم ببرهوم؟ يخوف. رايي ضياع الثوم. حطه في يعطيك العافيه. في خانسات تحطه. صحيح. انا فيك تعمله ديليت من هون. انا بتحطه. انا بقول لك وين؟ وين؟ بتعرف الريد كاربت؟ شكله سرق من الارض. هي ملمعة شوي. انت ليش مصور بالليل؟ شباب والله الصوره متعوب عليها. بتعرف زلمه يعطيك العافيه. خليك جنب نشيط. انت اصلا على جنب نشيط. خليك مع اكس. عندنا روزا. ابداع صراحه. جينا روزا شو عامله؟ بدون اللي عملته ابداع. اوكي روزا ابداع. بعده عندنا نور ستارز. في صوره احلى من هذه. سوت صوره انستغرام. هي سوت اثنين باي ذا واي. ما حسيتها مو عامله هاري بوتر. ما عامله كثير. انا بقول يس يعني ما في تعب على الموضوع فحطه انا سيء. طيب نيكست اللي بعده عندنا ماريانا. ماريانا صراحه حاسه الميك اب تبع اللي عملته كثير خطير. بخوف. بخوف يعني متعوب. متعوب على الميك اب. بخوف. بخوف الابداع. بخوف. بس تعرف شو ما اتوقع تقدر تجيب هاللوك مره ثانيه لو قالت لحدا اعمل لي هاللوك. بالضبط ملخبط مره واحده بس خربشه. بخوف. نيكست عندنا مو وولانا. طب هذول نفس الشيء لازم تقسموا. مثل زياد وصار. انا بقول ابداع صراحه. بدعوا. اي والله انا شايف والله بدعوا بالقصه. اي شباب صراحه. يس ما نعرف انه هذا مو صراحه من الميك اب. اوكي يعني وين نحط؟ ابداع. ابداع كفو. اوكي نيكست اللي بعده عندنا نارين. عامله وزه هم. حط افورد بالله هم. اوكي انا يقول لي خوفه سو هم.
هلا عنا اخر حدا واللي هي رغدة. صراحه رغدة الميك اب اللي عملته جدا خطير. رغدة لازم نحطها فوق. شو عملت سوري ورجيني شو عملت. المهرج ويا البالونه. صراحه حلو صراحه. ابداع يعني هو ابداع. هي جد عملتها هي. اقسم بالله رهيب صح. ما بتحسها حتى الشعر الاورنج. انا من عندي ابداع 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 ابداع. اوكي صراحه انا لو بدي احط حدا فوق الابداع فممكن احط روزا ورغدة ونوى. نوى نوى ميلا. انا اذا حط حدا ابداع حطيت مرهوم. انت منيح اصلا نزلت بحط ميكي ماوس. اوكي جايز هذا كان الفيديو لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. قيموا اليوتيوبرز هيك بشكل سريع. سلسله كل هالوين بنعملها من هون ورايح والله. ديروا بالكم الهالوينات الجاي. بس عادي تخيل مره جايه من ربحنا $1000. تخيل ربح يوتيوبر $1000 ولا يدفع علينا. ياب جايز هذا كان الفيديو لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتضيفونا على القنوات الموجوده تحت. نشوفكم فيديو جديد. I love you. سلام.